يسعد دينك يوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب بنات، رجعت لكم فيديو جديد. قبل بداية الفيديو دائما وابدا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا اول مرة في حياتي بنزل فيديو طويل تفتيح باكجات، طبعا تفتيح باكجات من سوق الجمعة، يعني شحنت 1800 شدة بيعطوني مكافأة 300 و900 شدة عفوا. فلنشوف شغد بيصير معنا شدات. 3000 حلو، معنا 3000 ومعنا صناديق مميزة، المميز يمكن ما فتح لسه، معنا صناديق كلاسيكية 58 ومعنا 3000 شدة من البركن طالع الخوزة. مثل ما شفتوا شخد شحنت على الخوزة وما طلعت. فيعني ان شاء الله بإذن الله راح تطلع، وراها والزمن طويل. يعني حرام صار طلعت لي الاكي ام تمام، طلعت لي الحقيبة، اللي ما بيعرف الحقيبة طبعا هاي الحقيبة، وطلع لي هاي اللبسة كمان، هاي لبسة البنت. يعني ما ضل عنده شي غير يعطيني الخوزة. طبعا هاي السيارة كمان طلعت لي بعشر شدات. يعني ابو بوبجي يعني صايرة بيدللني يعني الصراحة. يلا بسم الله خلونا نشوف اول فتحة. يا اخي بالله عليك ابو بوبجي اعطيني الخوزة يا اخي، حاجة تعذبني دخيل الله. ما ضل عندي شي، طلعت لي الحقيبة كمان، وهي واللبسة هي كاملة طلعت لي، متخيلين مع الجرابة بس من هذا الحزام. يعني ما ضل عندي غير الخوزة. يلا بسم الله، هاي اول فتحة بحظ جماعة اللايكات مثل ما عودتكم كالعادة، كل شخص ضغط لايك هلق هاي الفتحة بحظك. روح هاي سكيب، اعطيني الخوزة. يلا كفو جماعة اللايكات، انتو جواهر والله. هاي تاني فتحة بحظ كل شخص ضغط اشتراك هالسنة، يا رب بسم الله. روح يا اعطيني الخوزة، بالله عليك اعطيني الخوزة. ابو بوبجي يا اخي يسعد دينكم جماعة الاشتراكات، كلكم جواهر، شايفين طلع لي 6 جواهر لانكم انتو كلكم جواهر ومسك وعنبر. ضل معنا 1900 شدة ولازم نفتح للخمسين عشان ناخذ ضربة مضمونة. بسم الله، هاي بحظ جماعة اللايكات والاشتراكات. يا رب يا رب الخوزة، يا رب يا رب يا رب يا اخي بالله عليك، ما عاد بدي هدول، اعطاني اياهم صار مرتين. هاي الفتحة بحظ اول شخص علق، روح سكيب. يا اخي بالله عليك ولا شيء، يا الله ليش هيك الحظ؟ ما بعرف شباب، مستحيل، ايش هذا الحظ؟ اخر فتحة وباخذ المضمون، يا رب الخوزة يا رب. بسم الله، هاي بحظ الجميع يا رب. لك هات الخوزة، يسعد دينك يا الله دخيلك، ما في خوزة. يا الله حسبي الله ونعم الوكيل، راحوا الشدات والله فداكم الشدات. يا رب بهاي الضربة تطلع الخوزة، يعني متخيلين ما أعطاني شي نهائيا، أفشل حظ في التاريخ، مستحيل. يا أخي الخوزة كتير بتعذب، كني صار صرفت علي 10000 وما طلعت. يا رب يا رب، هاي بحظ كل شخص شاهد الفيديو. يا الله أعطوني الطاقية مرتين، ما في حظ والله، ما في حظ يا حرام، ما بدها تطلع وما بدها تطلع الخوزة. والله كتير عذبتني يا شباب، مثل ما كنتم شايفين يعني حظ كتير سيء للأسف والله. سيدي حصل خير، خلونا نشوف ايش عنا. عندي 58 صندوق كلاسيكي، تخيلوا طلع لي الانفور مرة الاخ، اول مرة بشوف هيك حظ والله يا اخي، مستحيل مستحيل عن جد مستحيل. هاي حط لها قلب، روح هاي اول 10 لنشوف بالمجانيات، ما لنا غير المجانيات. اكيد يعني ما راح يطلع لي شيء، بس يعني متفائلين بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. سكيب 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 سكيب، ما في شدات. يسعد دينك يوه، اقسم بالله ما في هيك حظ، الانفور مرة الاخ يوه، مستحيل. يسعد دينك شباب، الكل اللي يفوت يفتح يا اخي فيها حظ، شفتوا مثل ما شفتوا حطيت لها قلب واجت، مستحيل شركة بوبجي، والله مستحيل يا شباب، مستحيل مستحيل عن جد، انا مظلوم. 3 قطع ماتيريال، طبعا انا عندي الانفور، يسعد دينك خلاص رضيت ابو بوبجي، شكرا لانك راضيتني، ما طلعت لي الخوزة بس عطيتني الانفور مرة الاخ، خلاص مسامحك. تخيلوا تطلع مرة الاخ، نروح لنشوف. بسم الله، هات انفور تاني وخلاص مسامحك. ما في اخر فتحه،
اعطيني انفور. لا هيك تحمست زيادة يعني، خلف الله علي، ولا دول استهديق مجانيات لعمل العالم بتتمنى الانفور، عم تصرف كثير ما عم تطلع لهم. يا ما فيك حظ، مستحيل. طلع عندي صندوقين كمان. يسعد دينك، ثلاثة ماتيريال ببلاش. لو إلي خبر كنت فتحت صناديق كلاسيكية وما روحت الشداد. إيشنا نطور؟ خلونا نطور يا مرحومين البي، نطور اليوم بي كل مسج. بسم الله، هاي ليفل 2 وهاي ليفل 3. ضايلنا قطعة للكل مسج، يلا ايزي. فمثل ما شفتوا الحظ يعني شوي هيك وشوي هيك. خلونا نشوف، بركي من احسن ما نطوره من نجيب قطعة ماتيريال. عنا 60 قطعتين، هدول ما بتوقع يكفوني، ما بتوقع يكفوني نهائيا. هاي 14، مثل نشوف صار عنا وحدة بتطبق. يسعد دينك يا اخي، حظ اسطوري والله. توفقنا يا شباب، الحمد لله الحمد لله توفقنا. بسم الله، كل مسج اليوم بيروح. روح يا كبير روح، دوس هاي كل مسج. خلاص خلصنا من اليوم بي، صار عنا اليوم بي والام فور، اليوم بي والام فور ولاكيم. طبعا الام فور بدها تطوير لسه، البلين هدول يعني للاخير. هلا بنخلص شغله شغله. فمثل ما شفتوا كان الحظ اسطوري يعني الصراحة، ما طلعتنا الخوذة بس طلعتنا الام فور مرتين. يا اخي دخيل رب الصناديق المجانية، اول مرة بحس حالي انه شركة ببجي عطتني شي حلو. هاي اليوم بي او هاي الفخامة، خلاص انتهى الكلام. فما بعرف، اعطوني رأيكم بالحظ يعني، ما بعرف الصراحة ايش الترتيب، بس يعني خليت تطلع بعشر شدات، مستحيل ما بتطلع. فبس مثل ما شفتوا الحظ، الحمد لله طورنا اليوم بي وطلعتنا الانفور مجانا بصناديق، وهيك بيكون الوضع لوز. فلا تنسوا اللايك والاشتراك، وخليكم مع المقطع، وسلام. جيت معي تات. هاي الكلب لعيب والله، لعيب والله. لا لا والله لعيب، وحش وحش والله لعيب. كفو، وحش وحش يا زلمة والله. قلت له واحد دبل، قلت له واحد دبل كور، ما حكيت معه شيء. يلا كفو كفو يلا.